Hello, my dear students. How are you? Today we'll continue our trip with the Modern Physics, Unit 2. Today we'll start with Chapter 7. Chapter 7 طبعاً أنا عارف إن أنتم مستنيينه من بدري لأنه بيتكلم عن حاجة شيقة جداً, very interesting part, سواء في الساينس in general أو في الفيزيكس أو حتى في الحياة, الليزر. كلنا بنتعامل مع الليزر وكلنا عارفين إن الليزر بقى حاجة وجزء مهم جداً جداً من حياتنا. بس احنا عاوزين نشوف مع بعض تفاصيل اكتر وندخل جوه حياته ونشوف how is the laser is formed, the device which is responsible for producing laser, the main components of this device, and finally the applications of laser. ممكن النهارده نوصل للابلكيشن, ممكن لا, حسب ما نشوف السيشن بتاعتنا. Let's start our session today, one of the most interesting sessions in our syllabus in third secondary. First of all, please don't forget to wear your mask anywhere. Protect yourself. Keep going to achieve highest marks, inshallah. Let's start our session. يلا بينا يا أولاد نبدأ حلقتنا النهاردة, إن شاء الله تكون حلقة ممتعة جدا وشيقة, ركزوا معايا لأنها مهمة جدا. شابتر 7 من الشابترز اللي دايما بتكون أسئلته موجودة كتير في الامتحان. أول معلومة هندرسها النهاردة في شابتر 7 بتهيألي هتكون مفاجأة بالنسبة لكم. المعلومة بتاعتنا النهاردة هنتكلم فيها عن أصل كلمة ليزر, وهل ليزر دي كلمة ليها أصل في اللغة الإنجليزية ولا لأ. أول حاجة حرف ال, ال light, أول letter في the word light, A is the first letter of the word amplification. You know the meaning of amplification, magnification, تكبير الحاجة. S stimulated, دي ممكن تكون كلمة جديدة scientifically عليكم شوية. E emission, and R radiation. يعني يا مستر كلمة ليزر مش كلمة في الانجليش ليها اصل؟ لا, ليزر كلمة جاية من الجمل, الجملة اللي قدامنا دي. الجملة اللي قدامنا دي معناها ايه؟ فكرة light amplification, يعني الليزر هو في الاصل light, هيحصل له ايه؟ عملية تكبير, هنضخمه, هنكبره, هنقويه, كأننا جبنا كده احد اللاعبين اللي بيلعبوا مثلا رفع اثقال وعملنا له تدريبات كتير جدا عشان نزود قوته. ازاي ده بيحصل؟ من خلال الحاجة اللي درسناها في شابتر 6, واحنا اتفقنا ان المودرن فيزيكس كلها وان بيس, قطعة واحدة. ممكن يكون في جزء بيتكلم عن الاكس راي ان ديتيلز, جزء بيتكلم عن الليزر ان ديتيلز, جزء لسه هندرسه عن السيليكون والسيمي كوندكتورز والالكترونكس في شابتر 8, انما فاينلي كله بيتكلم عن المودرن فيزيكس, الاكسايتيشن والريلاكسيشن. اكيد في اولاد اول ما شافوا الرسمه دي والرسمه دي وكمان الرسمه الثالثه افتكروا في شابتر 6 لما قلنا when the electron gain some energy it will excited from the inner level to the outer level, بينط للليفل الاعلى, بقى غني معاه فلوس, باع الشقه بتاعته واشترى فيلا, باع فلوس اكتر, باع الفيلا واشترى قصر, بيكسب فلوس, ايه المشكله؟ gaining energy. طيب الفلوس دي خلصت, energy lost, بيحصل عملية ايه؟ relaxation. يبقى عندنا دلوقتي هنا الاتوم is stable, if the electron gain some energy it will excited from the inner to the outer level, after lifetime, وخد بالك من الاكسبريشن ده, after some time, very very short time, بيبقى 10 power negative 3, 10 power negative 8, حاجة كده زي مايكرو سكند, ملي سكند, بيحصل عملية الريلاكسيشن, يعني الانرجي بتاعتي خلصت, الفلوس اللي معايا خلصت, فهرجع تاني للليفل الطبيعي بتاعي. طب الانرجي بقى اللي انا gained to excited راحت فين؟ it will emitted as photon energy او light energy, ممكن نشوفه وممكن ما نشوفوش. يبقى احنا كده الليزر mainly based على الخطوتين اللي خدناهم in details in chapter 6. طيب الليزر واللايت ايه الفرق بينهم؟ الـ emission of energy أو خروج الـ energy from the electron when it relaxed from the outer level, from the excited level to the ground level, الـ energy اللي بتخرج في الحالة دي بتخرج بطريقتين. الطريقة الأولى كلمة يعني كبيرة شوية كده اسمها spontaneous emission, والكلمة الثانية اسمها stimulated emission. الكلمة دي spontaneous معناها حاجة تلقائية بتحصل بشكل طبيعي بدون تدخل مننا. اللي stimulated شبه كلمة induction اللي خدتوها في شابتر 3, induce something هي stimulate something, انك تشجع حد يعمل حاجة ما كانش هيعملها,
induce your colleague to play football, stimulate your colleague. هو مش عاوز يلعب، يبقى الاستيميوليشن ده بيحصل نتيجة external factor، حاجة بتتدخل. الحاجة دي أكيد هنشوفها مع بعض، إنما الاسبونتينيوس بيحصل لوحده. تعالوا ندرس الفرق بينهم، وده هيودينا أو هيودينا للخطوة اللي بعديها، اللي هي الفرق ما بين الأوردينري لايت أو اللايت الطبيعي اللي خارج من اللمبة اللي قدامك في الأوضة دي، وبين الليزر اللي أنت بتشوفه في الليزر بن. نشوف الأول السبيكترم إيميشن باي ذا فيرست ميثود أو ذا فيرست واي ويتش إز سبونتينيوس إيميشن. قلنا كلمة سبونتينيوس معناها تلقائي أو طبيعي. السبونتينيوس emission occur when the atom relaxes from an excited state اللي هو upper level أو outer level to the lower state lower state اللي هو ground level emitted spontaneously the energy difference between the two levels. يعني الاتوم أو الإلكترون بيرجع من upper للور لوحده براحته بعد ما الوقت اللي هو عاوزه. عشان كده أهم معلومة في الاسبونتينيوس emission أهو إن الانرجي produced in the form of photon equal to the difference between E2 and E1. E2 is the outer level, E1 is the inner level. خد بالك بقى من اللي جاية دي، without the effect of an external photon، من غير تأثير لحاجة خارجية. وعشان كده هو بيحصل after the lifetime interval is over، يعني بياخد وقته وبيقعد في الاكسايتد ليفل لوحده براحته، بعد كده لما الوقت يخلص after the lifetime is finished after the lifetime is over بيرجع تاني spontaneously تلقائي من غير ما حد يتدخل. طيب الفوتون اللي بيخرج بالطريقة دي، يعني دلوقتي حضرتك اللمبة اللي قدامك دي لما انت بتعمل turn on والالكتريك energy بتشتغل وتوصل لللامب give energy for the photons to excite it then relax it producing energy difference in the form of light. ده بيحصل طبعا في no time، احنا قلنا تقريبا ملي مايكرو او نانو سكند. الفوتون ده مواصفاته ايه؟ اولا الفوتونز تبقى random scattered move in all directions، النور بينور الأوضة كلها، يبقى الفوتونز number one are random photon. Number two, the photons have wide range of wavelength. يعني ايه wide range of wavelength؟ مين شاطر يفتكر معايا في الحالة دي نصنف اللايت على انه continuous spectrum ولا line characteristic spectrum؟ فاكرين؟ قلنا wide range يعني ايه؟ يعني consists of continuous manner of wavelengths، وده ال white light اللي هو 7 lights السبع ألوان. يبقى wide range هنا لأنه في ايه؟ في عندنا لون red، وفي بعض اللايت ريد يلو اورنج جرين بلو، فاكرين السيفن سبيكترم كالرز اند وذ فايولت، ده وايد رينج اوف ويف لينث. يبقى الفوتونز نمبر 1 راندوم اند كفرنج وايد رينج اوف ويف لينث، يعني كونتينوس سبيكترم. طيب كمان ايه الحاجه الثالثه، ذا انتنسيتي اوف فوتونز ديكريزد اكوردنج تو انفرس سكوير لو. ايه الانفرس سكوير لو ده؟ وايه بقى القوانين الكتير اللي عماله تظهر؟ احنا مش قلنا في المودرن فيزيكس تقريبا مفيش قوانين او قليله قوي؟ خصوصا في شابتر 7. الانفرس سكوير لو ده حاجه ابليكابل على حياتك الشخصيه، يعني انت نفسك لما تمشي في طريق طويل كل ما الديستنس اللي انت ماشيها بتزيد، يعني as the covered distance increase this mean your intensity will decrease. يبقى الانفرس جام كلمه inversely، inverse سكوير لو بيقول ان الانتنسيتي بروبورشنال وذ ذا ديستانس سكوير، يعني كل ما الديستانس اللي بيتحركها الفوتون تزيد كل ما الانتنسيتي بتاعته تقل. يبقى اللايت اوبي، خد بالك من اللفظ ده عشان بيجي في الامتحان، اوبي او بي اي واي، يعني بيخضع او بيطيع او بيتفق مع الانفرس سكوير لو، يعني اتس انتنسيتي ديكريس باي انكريسينج ذا ديستانس. مفيش كشاف هينور لما لا نهايه، يعني هو الليزر اللي هيعمل كده هنشوف. طيب البروبرتيز بتاعت اللايت اللي احنا شفناها، الفوتونز راندوم وايد رينج اوف ويف لينث سكاتر ان ديفرنت دايركشنز، كمان بينضم ليهم البروبرتيز دي كلها بتاكد ان الدوميننت ايميشن في الاوردينري لايت هو السبونتينيوس ايميشن. يبقى كل اللايت لامب او الالكتريك لامبس اللي تشتغل في الطبيعي دي سبونتينيوس ايميشن. نشوف بقى كده الاستيميوليتد ايميشن ممكن يطلع ايه. ده السكند تايب اوف سبيكترم ايميشن، النوع الثاني اللي هو stimulated emission. نشوف ايه الفرق بقى بينه وبين spontaneous. نركز، احنا كتبنا في spontaneous photons are random propagate in different directions scattered have wide range of wavelength. هنشوف بقى هل الفوتونز which produced by stimulated emission زيها ولا مختلف عنها.
اول حاجه occur when the external photon stimulates، يعني هنا في حاجه هتتدخل stimulates excited atoms، يعني الاكسايتد اتوم او الاكسايتد الكترون اللي عايش في الابر ليفل احنا مش هنسيبه قاعد على راحته. We will stimulate this electron to emit the energy difference in the form of photon. طب ما هو برضه هيخرج فوتون عادي زي السبونتينيوس. لا، انت اتدخلت، عشان كده بنقول ان الاستيميوليتد ايميشن بيحصل before the lifetime interval is overed، يعني قبل ما البي يخلص وقته براحته في الابر ليفل ويرجع لللور ليفل، احنا بنرجعه غصب عنه by using external photon عشان في الاخر يبقى عندنا الفوتونز اللي خارجه الدبل. ازاي يعني؟ احنا في السبونتينيوس قلنا الالكترون جين انرجي افتر لايف تايم ريتيرن باك انرجي بروديوسد از وان فوتون. هنا بقى الكترون جين انرجي بيفور ذا لايف تايم انذر فوتون ويل ستيمولييت ات بيفور ذا لايف تايم انذر فوتون اكسترنال فوتون ويل ستيمولييت ذا اكسايتد اتوم تو ريتيرن باك بيفور ذا لايف تايم. في الحاله دي لازم ناخد بالنا ان احنا لازم يكون عندنا ايه؟ لونج لايف تايم، يعني نلحق، لان احنا قلنا اصلا الوقت ايه؟ نانو سكند، فاحنا عاوزين نلحق نعمل له ستيميوليشن قبل ما ينزل هو وتكون اللايف تايم بتاعته خلصت. يبقى ده اول فرق ما بين السبونتينيوس والستيميوليتد. السبونتينيوس بيحصل افتر لايف تايم از فينيشد اوفر فانيشد، كل ده معنى واحد. انما الاستيميوليتد بيحصل بيفور ذا لايف تايم از اوفر، عشان كده هنا بندور على اليمنت يكون عنده لونج لايف تايم او ميتا ستيبل ستيت. ستيبل يعني الالكترون بيقعد وقت اطول شويه. هيطلع الوقت ده قد ايه؟ بدل نانو سكند ومايكرو هيبقى ملي سكند، يعني برضو صغير جدا، بس ايه؟ الملي اكيد اكبر من النانو. طيب ايه تاني؟ الفوتونز التو فوتونز احنا قلنا اتنين، عشان واحد الجيند باي ذا اتوم تو اكسايتد والتاني لنزلها بيفور اللايف تايم، ار اميتد واحد اوريجينال وواحد استيميوليتد. يبقى هنا عدد الفوتونز اللي خارج دبل السبونتينيوس. دي اول حاجه في الفرق ما بين السبونتينيوس والاستيميوليتد. تاني حاجه الفوتونز بروباجيت ان وان دايركشن فورمينج بارلل بيم. احنا هناك قلنا الفوتونز راندوم عشوائيه بروباجيت ان ديفرنت دايركشنز، هنا الفوتونز بروباجيت ان وان دايركشن وبتبقى بارلل بيم. ايه الحاجه الثالثه؟ خدوا بالكم عشان الديفرنس بتوين السبونتينيوس والاستيميوليتد مهم جدا. فوتونز هاف سنجل ويف لينث، يعني عندها لون واحد، الليزر يا احمر يا اخضر يا ازرق او الوان تانيه حسب الماتيريال which is used in producing laser. بس الليزر مش احمر بس، احنا شفنا الاخضر وشفنا الازرق. ايوه انا عارف ان انتوا شايفين ده وبتتعاملوا بيه، وناس كتير كمان بتقتني الليزر الاخضر القوي جدا وبنشوفه في استادات وماتشات الكوره ايام ما كان الجماهير بتروح. ان شاء الله الكورونا تختفي ونرجع تاني. فهنا عندنا الفوتونز عندها سنجل ويف لينث، طيب هناك كان عندها وايد رينج اوف ويف لينث. الفرق الاخير الانفرس سكوير لو، فاكرين بيقول لي هنا خد بالك الليزر keeping its intensity او الفوتونز which emitted by stimulated emission keeping its intensity for a long distance. طبعا مش infinitely، ما فيش حاجة في العلم اسمها infinite، لما لا نهاية دي مش موجودة. لما لا نهاية دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى مش بتاعت الإنسان. يعني الليزر يقدر يترافل for a millions of meters compared مع اللايت العادي، دي مسافات رهيبة، إنما مش معنى كده إنه يقدر يمشي infinite. يعني احنا ممكن نعمل producing for a laser ray يسافر من هنا للقمر ويرفلكت فروم سيرفيس او ريفلكتنج سيرفيس من على المون ويرجع الارض تاني، ممكن. والصوره دي عندكم في كتاب المدرسه. contrary the inverse square law، يعني هو ضد disobey او doesn't obey the inverse square law. يبقى الانتنستي هنا خد بالك keep itself for a long distance، وده بيحافظ عليها وعشان كده يقدر يعمل traveling for a long distance. يبقى عندنا اربع فروقات رئيسيه، اللايت راندوم او الفوتونز اوف سبونتينيوس ايميشن ان اوردينري لايت راندوم، انما الفوتونز باي ستيميليتد ايميشن الليزر ترافل ان وان دايركشن. اللايت العادي بيكون عنده وايد رينج، الليزر بيكون سنجل ويف لينث. اللايت العادي ترافل ان اول دايركشنز، الليزر ترافل ان وان دايركشن. اللايت لوزينج اتس انتنسيتي by traveling for a long distance the laser keeping its intensity and disobey the inverse square law. أظن واضح جدا من الفروقات ما بين الاستيميوليتد emission والسبونتينيوس emission
ان احنا عندنا هنا الليزر ليه صفات بتمنحه قوة وانرجي وانتنستي افضل من اللايت العادي. طيب عاوزين بقى نابلاي البروبرتيز والديفرنسز بتوين السبونتينيوس والستيميليتد ايميشن على اللايت والليزر بشكل مباشر. Ordinary light source شكل الويف لينث بتاعته ايه؟ من الديفرنس بتوين الاسبونتينس والاستيميليتد ايميشن ون ابلاي المعلومات اللي احنا شفناها دي على اللايت والليزر لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا. احنا قلنا ان تقريبا معظم البروبرتيز بتاعه اللايت بتدعو ان هو فوتونز عشوائيه scattered in different directions wide range of wavelengths this obey the inverse square law. وتقريبا الفوتونز بتاعه الليزر منظمه. حابب هنا اقول لكم اكزامبل عشان ما ننساش الاربعه بروبرتيز دول لان هم هيتكرروا معانا حالا تاني قدامنا وهنشوفهم حالا في فيديو برضو يساعدنا نفهم اكتر. ان ده تقريبا زي حضرتك انت از فوتون واصحابك، انتوا كده مجموعه فوتونز رايحين ماتش كوره وانتوا عايشين في الحياه العاديه، كل واحد فيكم هيصحى في الوقت اللي يعجبه وهيلبس اللبس اللي يعجبه وهيروح الاستاد بالطريقه اللي تعجبه وهيفطر الفطار اللي على مزاجه ويمكن في الاستاد كمان يشجع بالطريقه اللي تعجبه. انما لو احنا مجموعه الاصحاب دي دخلت القوات المسلحه في نظام وحزم وربط، كلنا تقريبا هنصحى في وقت واحد، هنفطر مع بعض نفس الفطار، هنروح بنفس الوسيله، هنلبس نفس اللبس، يمكن كمان في الاستاد نشجع بنفس الطريقه. النظام سمه من سمات القوات المسلحه المصريه، الحزم والربط، هو ده تقريبا الفرق عشان ما تنساش ما بين الفوتونز which produced by spontaneous emission اللي هي الحياة المدنية اللي انت بتاخد فيها راحتك وطبيعتك في الحياة، والفوتونز which produced by stimulated emission which represent an example for laser ان انت تكون واصحابك والمجموعة دي جوه القوات المسلحة بتعملوا كل الاكشنز تقريبا بنفس الطريقة. طيب لو شفنا معانا دلوقتي اول فرق ما بين اللايت والليزر، قلنا ان اللايت has wide range of wavelengths، شايفين الكيرف بتاعنا بيغطي اكتر من wavelength. ليه؟ عشان اللايت consists of 7 spectrum colors. يعني احنا لو رحنا للليزر هنلاقي في فرق بين الجراف ده والجراف بتاع الليزر طبعا. الفيديو اللي قدامنا ده يا اولاد بيشرح البروبرتيز بتاعه الليزر والديفرنس بتوين البروبرتيز اوف لايت اند ليزر. احنا شفنا ده بريفلي دلوقتي في السلايدز او في الجزء الاولاني اللي اشتغلنا فيه. ادي الفوتونز اهي زي ما انتم شايفين عامله سكاترينج ان ديفرنت دايركشنز irregular فوتونز بالظبط زي ما قلت لك. بص كده ركز الاولاني والتاني، شايف الديفرنت فوتونز دول؟ ده ديفرنت في الويف لينث، ديفرنت في الفريكوانسي. الفوتون الاولاني عنده فريكوانسي عالي، الفوتون الثاني عنده فريكوانسي عالي، الفوتون الاولاني عنده ويف لينث عالي، فواضح الفرق بينهم ازاي في الرسم اللي قدامنا. يبقى دي كانت اول بروبرتي. بص بقى الليزر، بص الفرق بين الفوتونز برودوسد فروم اوردينري لايت والفوتونز برودوسد فروم ليزر. شايف انت واصحابك فوق عشوائيين، صحيتوا في اوقات مختلفه، رحتوا بطريقه مختلفه، فطرتوا فطار مختلف، شجعتوا في الاستاد بطريقه مختلفه. انما الفوتونز بتاعه الليزر انت واصحابك دخلتوا القوات المسلحه، حالقين نفس حلاقه الشعر، لابسين نفس اللبس، كل حاجه شبه بعض تقريبا، نفس الحلاقه اللي انا حالقها دي، رايحين بنفس الوسيله. شايف الفوتونز كوهيرنت؟ يعني ايه كوهيرنت؟ يعني في نظام في حركتها، ان فيز. بص الكيرف، الكيرف ده ريبريزنت ايه؟ حد شاطر كده يقول لي الويف لينث اند انتنست ريليشن ان كيس اوف لايت ولا ليزر؟ ها الكيرف الاورنج الفوتونز بتاعت اللايت، والكيرف الريد الفوتونز بتاعه الليزر. واضح ازاي في حاله اللايت وايد رينج اوف ويف لينث، انما الفوتونز بتاعه الليزر ليميتد ويف لينث. اظن واضحه جدا في الجراف بتاعنا.
نرجع بقى نكمل الديفرنس بينهم تاني ان ديتيلز مع الباوربوينت بتاعنا. زي ما شفنا يا اولاد في الفيديو من شويه، الفرق ما بين الريليشن ما بين الانتنستي والويف لينث ان كيس اوف اوردينري لايت اند ان كيس اوف ليزر. اللايت عنده وايد رينج اوف ويف لينث. معلش احنا بنكرر عليكم الكلام ده وبنحاول نستخدم اكتر من وسيله، وبنشكر طبعا الناس اللي بتساعدنا، استاذه داليا استاذ احمد، لان هم بيحاولوا يوفروا لنا باوربوينت وفيديوز عشان تقدر تساعدنا اكتر في فهم النقط، بالذات النقط المهمه. وخلي بالكم زي ما اتفقنا قبل كده، الفيديوز دي موجوده في بنك المعرفه، احنا بنستعين بيها، والوزاره مشكوره ان هي وفرت لنا شيء زي ده يساعدنا لفهم الشيء بدل ما نتخيله. تمام. طيب تعالى بقى نروح للانتنستي بتاعت اللايت، الاوردينري لايت، هنتكلم على الضوء العادي، فاريز فروم وان ويف لينث تو انذر. يبقى عندنا وايد رينج اوف ويف لينث اند ديفرنس انتنستي فور ايتش ويف لينث. نشوف بقى الليزر هيبقى نفس الكلام ولا لا. اظن انتوا دلوقتي خلاص واخدين بالكم من الفرق. وخد بالك بقى من كلمه مونوكروماتيك، اول مره تمر عليك الكلمه دي اعتقد، او شويه سمعتها في ثانيه ثانوي. مونو يعني وان، وكروماتيك يعني كلر باللاتين لانجوج، مونوكروماتيك يعني احادي اللون. هو الليزر واحد لون واحد بس؟ اه، بس ممكن يبقى احمر بس او جرين بس او بلو بس حسب الماتيريال قلنا which is used in producing laser. انما ما فيش ليزر في كذا لون، لا ما فيش في نفس الوقت، ما فيش حاجه اسمها كده. يبقى الليزر مونوكروماتيك. يبقى ده معناها الريليشن ما بين الانتنس والويف لينث هتبقى ايه؟ very narrow limited wavelengths، تقريبا واحد. يبقى الانتنس والويف لينث شايفين الرسمه هنا اتلمت ازاي؟ يبقى هنا مش وايد رينج، لا لاين كاركترستيك سبيكترم فيري نارو باند ويث ليميتد ويف لينث. كل دي اكسبريشنز لازم تبقى عارفها كويس جدا. طيب ليزر سورس اميت وان سبيكترال لاين وذ فيري ليميتد باند ويث اوف ويف لينث. ايه كمان؟ نرجع لللايت تاني، خلينا في الليزر الاول. ذا انتنسيتي از كونسنتريتد ات ذا ويف لينث اوف ذيس سبيكترال لاين. كل ده معناه ان احنا عندنا اونلي وان ويف لينث. نرجع بقى لللايت نشوف البروبرتي الثانيه او الاوردينري لايت سورس. ذا دايامتر اوف ذا اميتد لايت بيم انكريسز وذ ديستنس از ا ريزلت اوف سكاترينج. يعني هنا الفوتونز زي ما شفنا في الفيديو سكاترد ان اول دايركشن، وعشان كده الدايمتر بتاع البيم انكريس، يعني الاشعه بتفتح زي ما انتم شايفين، بتزيد الاتساع ما بين الفوتونز وبعضها. طيب هل الليزر عنده نفس القصه؟ حد هيقول لي لا، الليزر كوليميتد. وات از ذا مينينج اوف كوليميشن بارالل ريز؟ يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ متماسك. خد بالك من الالفاظ، احنا قلنا نمبر 1 ان الليزر مونوكروماتيك. مونوكروماتيك ات مين هاز ليميتد wavelength، single wavelength. number two الليزر collimated يعني unscattered، يعني الفوتونز بتاعته مترابطة متماسكة بتمشي مع بعضها، زي ما يكون في برضو عرض عسكري كده وتكون العساكر والضباط ماشيين جنب بعض. طيب شوف شكل الليزر كده. the diameter stay constant for a long distance without much scattering. عكس اللايت، اللايت زي ما قلنا من شويه بيفتح بيفرش، الدايمتر بيزيد، هنا الدايمتر از كونستانت فور ا لونج تايم. بنشوف الليزر بيم ماشي خط مهما كانت المسافه هتكبر، برضه بيكيب اتس انتنستي وبيكيب اتس شيب از ا لاين فور ا لونج ديستانس. سو ذا انرجي از ترانسميتد وذاوت ماتش لوسز، بيحافظ على الانرجي والانتنستي بتاعته فور ا لونج ديستانس. طيب نرجع تاني لللايت، نشوف ايه كمان غير ان اللايت وايد رينج والليزر مونوكروماتيك، اللايت سكاترد والليزر ان سكاترد، اللايت دايمتر انكريس والليزر دايمتر كونستانت. الفوتونز بروباجيت راندوملي اند انكوهيرنت. انا عارف ان استخدمنا ساينتفك اكسبريشنز كتير النهارده جديد عليكم، بس لازم تتدربوا عليها. انكوهيرنت يعني ايه؟ يعني مش شبه بعض. قلنا زي انت واصحابك وانتوا عايشين في الحياه المدنيه العاديه، الفوتونز بتاعت اللايت بتتميز بكده. The emitted photons are emitted at different instant of time and have inconsistent and varying phase. يعني are out of phase، مش شبه بعض. انت لابس تيشيرت احمر عشان النادي بتاعك، وزميلك لابس تيشيرت ابيض عشان النادي بتاعه. انت فطرت فطار مختلف عن زميلك، انت رحت بعربيتك هو راح بالمترو and so on. انما هل الكلام ده بينطبق على الليزر؟ طبعا قلنا لا، الليزر coherent. يعني ايه coherent؟ يعني احنا بقى انا وزميلي ده دخلنا القوات المسلحه، بقينا عندنا كل حاجه بنعملها بنفس السيستم تقريبا.
نفس ميعاد الصحيان، شبه بعض، لابسين شبه بعض، بنتحرك بنفس التايمنج، رايحين بنفس وسيلة المواصلات عشان نشجع في ماتش كورة. فوتونز emit coherently both in time and same place. الفوتونز ماشية بشكل منظم مع بعض. بص، كريست وسكريست وسكريست، تراف وستراف وستراف، الفوتونز ماشية في نفس الوقت in phase. طيب، they come out together at the same time sequence and maintains same phase difference during propagation over long distance. يعني حتى لو بتعمل الحركة دي for a long distance محدش بيخرج عن النظام. يعني ما ينفعش واحنا قاعدين في استاد الكورة حد من العساكر يقوم يغير لبسه او يغير طريقة التشجيع. كل الفوتونز keeping its properties for a long distance. ايه كمان؟ this make radiation intensified and focused. يعني عاوزين نقول لك ان كل البروبرتيز دي بتصب في مصلحة ان الليزر يفضل قوي for a long distance. نرجع لللايت في اخر بروبرتي، ordinary light sources the light intensity of radiation falling on a unit area decreases as the light sources goes away as the distance increase due to incoherent and is subjected or obey to inverse square law. يعني اللايت لما يمشي مسافات طويلة بيضعف نتيجة ان اوباي الانفرس سكوير لو. اكيد حد دلوقتي يقول لي يا مستر خلاص احنا حفظنا ان الليزر انتنستي از كيبت فور ا لونج ديستنس اند ليزر ديس اوباي ديس اوباي الانفرس سكوير لو. ذا ليزر ريز فولينج اون ا يونت سيرفيس ار ان سبريد اند كيبينج اتس انتنستي ذي مينتينز ا كونستانت انتنستي اند ار نوت سبجكتد ار نوت اوباي ذا انفرس سكوير لو. الليزر اللي قدامنا ده يا اولاد بيورينا سورس اوف ليزر 200 ملي جرين ليزر، واظن كلكم بتتعاملوا مع الليزر ده وبتشوفوه في ملاعب الكوره كتير. الليزر هنا بيوريني الانتنستي بتاعته ازاي، هاي انتنستي كان كيبنج اتس انتنستي اند ترافلنج فور ا لونج ديستنس. اعتقد المساحات باينه والمسافات باينه قدامكم وازاي الليزر بيقدر يمشي مسافات طويله. ركزوا كده مع الفيديو هتلاقوا الليزر بيقدر يمشي فور ا لونج ديستنس. هيبدا يحاول يعمل زوم بالكاميرا عشان يبان اكتر ازاي الليزر بيقدر يترافل فور ا لونج ديستنس. هو بيحاول يصور من مكان عالي عشان يبين لك الليزر مغطي مسافه كبيره قد ايه وازاي الانتنستي. ادي الزوم اهو بيحاول يبين من خلاله ازاي الليزر كيبنج اتس انتنستي هاز ليميتد ويف لينث. شايفين الليزر ليه 1 لايت اللي هو الجرين ليزر. طبعا الجرين ليزر اكيد اقوى من الريد ليزر، والاقوى من الاثنين كمان اكيد البلو ليزر اكوردنج تو انرجي. كده يا اولاد حلقتنا النهارده خلصت على خير، حلقه ممتعه جدا، اعتقد ان انتوا استمتعتوا فيها وشفتوا ديتيلز كتيره جدا جدا عن الليزر. شفنا اولا كلمه ليزر ازاي ان هي بريف للايت امبليفيكيشن باي ستيميليتد ايميشن، بتهيالي دي كانت معلومه جديده عليكم ان كلمه ليزر دي مش كلمه في الانجليش، ده بريف لمجموعه كلمات. زي برضو قلنا كلمه فيفا واحنا بنشرح قلنا اختصار، وكلمه ايدز اختصار اكوايرد اميون ديفيشنسي سيندروم، في حاجات كتير زي كده هتعرفوها ان شاء الله تباعا. شفنا الديفرنس بتوين الاسبونتينيوس والاستيميليتد ايميشن، وده اللي وصلنا للفرق ما بين الاورديناري لايت والليزر. شفنا البروبرتس بتاعت الليزر الاربعه الرئيسيين، المونوكروماتيسيتي، وعرفنا يعني ايه مونوكروماتيك، اونلي وان كلر، مونو يعني وان وكروماتيك يعني كلر ان لاتين لانجويج، كوهيرنسي اوف فوتونز، كوليميشنز اوف فوتونز، اند فاينالي ليزر دازنت اوباي الانفرس سكوير لو. البروبرتس دي ما كانتش مجرد بروبرتس بس، لا دي كانت مهمه جدا لان هي قدرت تنقلنا لابلكيشنز مهمه جدا في حياتنا هنبدا بيها ان شاء الله الحلقه الجايه، ونشوف الليزر شو والليزر ارتس اند هاو وي يوز ذا ليزر ان ميديسن، الميديكال دايجنوزيس، التريتمنت اوف ديفكت اوف شورت اند لونج سايت، عمليات الليزك اظن دي مشهوره جدا، الليزر اللي بنستخدمه كتير في العروض بتاعتنا مشهوره جدا. شفنا الليزر ازاي ممكن يكتب على مبنى كبير زي مبنى مجمع التحرير كلمه الشعب او حاجه، شفنا ده في الثوره ازاي الليزر كان بيعمل عروض جميله جدا. ان شاء الله هنشوفها الحلقه اللي جايه مع بعض. اشوفكم على خير ان شاء الله، خدوا بالكم من نفسكم وربنا ان شاء الله يوفقكم. جود باي.